بلاها صفحة صفحة، اعطينا الصفحة الأخيرة لأنه أعتعت مع قلبي، شوف مسلسل تطلع نهايته زفت. يعني أحكي لك قبل مختصر؟ إيه قبل مختصر يا جماعة الخير ولا رجل الجميع، بعد ما يجي راس الشهر أروح على المحاسب أوقع له أقضب راتبي أحطه بجيبتي أطلع بالسيرفيس أوصل على بيتي تقول لي وين الراتب؟ أقول له هذا الراتب تاخذه مني الله وكيلك، هذا الراتب ما يشغل غماز بيحط بجيبتي ولا ودك. طب يا بغل أنت أعطيه مصروفه وخليه يتحل عنك. تسمح لي أضحك؟ قال مصروفك الله عليك الله عليك الله عليك يا أخوي، مصروف النسوان ما تعرفه أنت، ودها تشد ودها تشفط ودها تساوي كل يوم نكير وبدكير وعبد الغفير. يا عيب الشوم علي، بس يا عيب الشوم. لا لا آخر شيء كنت متوقعه. أيوة من هاي مدربة الفتوش هذه تكون عاملة هيك. أي والله يا عيب الشوم. عمي سنان يعني أنا من الأول قلت لك أنه نحن مثل أخواتك، قلنا أنه كان عم تخونك مع عبد الغفير. أي والله تخوني مع عبد الغفير. يا ول شو تقول انت ول ها؟ يا ول حرمتي اشرف من الشرف. انت قلت لنا عبد الغفير. يا ول عبد الغفير هذا يشتغل على الانستغرام، يسوق على الوطس، عنده عده مكياج يبعث لها الصور على على الفيس تبعها. شو تقول انت يا ول؟ هلا كل هاد بتعمله هاي وهي بتعرفك انه منتوف شقفه ناطور على باب الله؟ احترم حالك احترم حالك. السيد الباشا. الباشا جوزي البطيخ أبخل من كلب، قال شو بده؟ بده يعني يترك له مصاري مشان يصرف على هي شرنة الكلبة اللي مصاحبها. يخرب بيته، بتعرفي أنا ما بقى بدي أتجوز مشان هالقصص؟ لك ليه هيك بيقلبوا صرامي بعد الزواج؟ ولك عادي حبيبتي هنن صرامي من قبل الزواج، بس بيكونوا ضاربين تحميلة رومانسية وبعد الزواج بيروح مفعولة. تمام، بس أنا هلأ انفتحت لي طاقة الفرش. إذا نادية خانم وقفت معي وأنا وقفت معكم وطفشنا الشباب، جوزي بضل بلا شغل، وإذا ضل بلا شغل شو؟ 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 بفلس، وإذا فلس شو؟ شو؟ ما بيصير معه ولا فرنك، وإذا ما صار معه ولا فرنك شو؟ شو؟ ببطل يصاحب علي، وبشتغل أنا وبصرف عليه، وإذا أنا اشترفت عليه شو؟ 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 بصير مثل الخاتم أصبعي، طلو محلاني وأنا أصرف على زلمة ببيتي. صحيح هيدي الشرنة التالتة اللي كانت معكن وينا؟ عم تعمل دعايه لونجر بلبنان. قول لا قول لا اخواتي حبايبي دقات قلبي انتو. اها هذا العمر بدنا نعيشه مره واحده، بغض النظر عن اسماءكن وعن شو بتشتغلوا، نحنا ما بدنا نقضيها دقني لدقك واضربني لاضربك واخلعني لاخلعك واقتالات. اي وقطع كهرباء وعم تروح علينا حلقات المسلسل، حتى استشوار ما فينا نشغله مشان نعطيهم مشعراتنا. هلا انا ما كثير بياني لهذا الموضوع مو بلا، بس في العرتيله ياسمين ما بتطلع من غرفتها بلا استشوار. عرتيله يا وجوه الخير يا جماعه الخير، سالتوا تقعدوا تحكوا لنا يومياتكم وتروحوا علينا رزقتنا، خلونا نتسبب يا اخي. خيه لا بدها تنقطع رزقتكم. انا ما عم بحكي مشانها، عم بحكي مشانك ومشان الخانم. يعني اذا متجوزين انتو كرمال انكم تتجاكروا فتطلقوا. لا ولي صعيب احكي عليه وما بخلي عليه ستر مغطى، بس ما بقدر اعيش بدون سطلته. الله يخلي لك سطلته ويخلي له جدبتك. هلا فينا نلاقي حل لهالمعضله؟ استاذ رامي ممكن تسمع نظرتي البيولوجيه شو بتقول عن موضوعكم؟ لا ما بعرف وما بدي اعرف، وخلي فريد يكمل. منت علينا. اسمع خيي هلق نحن بينات بعض كلياتنا رح نعمل مؤامرة صغيرة هالقد، يعني ألا وهي إنه قدام أم قاسم ونادية أنت والست مرتك بتضلوا عم تشتغلوا شغلكم الطبيعي وكأن شيئاً لم يكن. نحن بين بعض منعيش بسلام، يعني هن بيعطونا كهربتنا نحن منعطيهم ميتهم. شو قلتوا؟ اتفقنا؟ لا ديل الكلب بضل أعواج. وليش لا يعني؟ يا جماعة الخير يعني كملوا حرمت تاخذ راتبي، اعتبروها أكرامية ودي منكم. رشوة يعني؟ بالضبط. ومنا وقح ويفتخر أسفل من هيك في. لا 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 خيو وافقنا وافقنا، المهم هلق أنه نحن نعلن السلام السري الداخلي. سري؟ شو هلق يعني نحن متفقين ولا لا؟ لا يي علينا، أنت لازم على طول تطلعي سنجعار؟ إذا أخذ منكم إكراميات بيروحوا بيصرفون على صاحبته. قفز الأرنب. إخواتي 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 اسمعوني، والأرنب بطل خونة لمرتك حاجة أكل هوا ولا؟ كنت قريبا منه ألعب، أنا ما أخون مرتي. مين قال لك إنه عم بيخوني؟ يي مو أنت قلتي عم بيخونك؟ أنت قلتي إنه رواتبه كلياتها رايحين على صاحبته. إيه على صاحبته؟
بس صاحبته مو مرة، لا مو رجال كمان، صاحبته الكلب الشرندة. هيك قلت لكم يا جماعة الخير، حرمتي بعلتي حبيبة قلبي اتغار من جوجو، من جوجو الكلبة تبعي اللي تساعدني بحراسة بقية المزارع، أدللها وأعمل لها مساج زاد وطعميها واسقيها واشربها، ولا شلون بدها تساعدني لعادة؟ يا عمري لك خلص عم اقول لك آسفة، شو بك متنح ومسكر راسك؟ ايه هدول الصور بالنسبة لي فضايح، خلص كرمالي سكر بوشي. والله لك ما عم يرضى يسامحني، شو اعمل؟ ليه اجباري ما رح يسامحك؟ قاتلتيه امبارح فاجشتي. انا خلصت شطف، يلا بعد عنا الصالون. وانا كمان خلصت الغبره والبيت كلياته، بس هدول الرعاع شلون ما نشطفهم النايمين هون؟ لك بس يا بقره منك، لا بدنا نعرف ننام اليوم عطله. ايه كان سامحني وانا عم بترجع لحامد، هي الان كل شيء راحت الهيبه. ايه شرب شرب، بدل ما تقعد تتسمع علينا، شو رايك تقوم تساعدنا يا فدان البقر؟ مو انا فدان البقر رامي، الرجال ما بيشتغلوا. بعدين نحن ليه جبناكم لهون؟ بالله شو؟ يعني نحن خداماتي نفطكم؟ شو بدكم هلا؟ شو بدكم؟ شو بدكم؟ بدنا تحسوا فينا. بدنا نحسوا بهمومنا ومشاكلنا. بدنا تحسوا بقلوب البنات وترحموهم. صيني 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 عم يجيبوا على البلد صيني. حبيبتي يا دندونة دندونة كيفي؟ حبيبتي كيف ما بقلو وبروحة حبيبتي لا عم بعمل سكر. انت كيفك وينك؟ شو؟ لا لا كتير غليظ ما بدي له، لا ما بدي، بعدين ما ندفيه، لا لا ما بدي. شو عم تحكي؟ بس انت فهمتي قبل انه نحن بس انجيجيه يعني؟ وإذا بده ياخذنا من ماتينيلا سواريس كارتسا بده يدوبل الساعة؟ طيب حبيبتي جاهزة يلا. ليكني عم جهز حالي. بتمرقي المحرمة بتطلع مثل ما هي، ما بدي لها شيء. يلا باي. سيو سيو. قلبي قلبي عم يرجف كله منك يا اناني. خلص الله لا يسامحك، تعال خذ كل الدباديب اللي جبت لي اياهم. تمشي سكر بوشي. واو هدي هدي راميا، هدي ريلاكس راميا، بكره رح تحبي سيد سيدو. هلا احسن شيء اتصور وجاكرو وفرجي انه حاليا يا فراقه. ليش هيك في طالع؟ احسن شيء نزلها. انا بفرجيكم كلكم هيك في عليكم. احسن شيء قص شعري، حرر عنقي. اذا حررت عنقي من تتخلى عن شعري ها؟ تتخلى عن بغلها. واو بقالي ليالي بنادي حبيبي مجاني، وانا عملي باللي بحبه يا ويلي يا ناري. بقالي ليالي بنادي حبيبي مجاني، وانا عملي باللي بحبه يا ويلي يا ناري. ايه جاي جاي جاي؟ بكير لا والله دقيت لك مليون مره، ليش ما رديتي؟ ايه كنتي مع سوسو عم تتغدوا. ايه بعرف بعرف، هلا صارت سوسو احسن مني ورفيقتك اللي اكثر مني واللي بتحبيها اكثر مني. ايه وشو يعني حتى اذا انا مسافره؟ ايه بتستنزفيني لآخر وقت، بتضلي تطلعي معي وتتغدي معي وتشربي معي وتجي لعندي. لا زعلانة
راضيني؟ لا راضيني، لا مو هيك. خلص رضيت رضيت، يلا تعالي اطردك للطاولة. بتعرفوا صبايا؟ انتوا سالين كتير مملين وبتطقوا وبتفزروا وبتموتوا، ها؟ اوكي؟ قاعدين مثل عوانس بس عم تلعبوا بالمولات مونيكير بوديكير. والله انا مالي. طب شو رايك نساوي؟ نرقص؟ نرقص؟ حطي لنا مزيكا. جد كنت سمنانة انت؟ انا سمنانة؟ يا ريت اسملي شوي احسن ما ضل قرفعوا. صبايا عرقتوا راسنا، شو رايكم انتوا تحسوا فينا وتبطلونا؟ معلش بس هيك مرة واحدة تجربوا تعيشوا محلنا، مثلا في واحدة منكم اكلة ضرب ومتوجعة بحياتها مثلنا. انتوا بس لو تقدروا تعبنا كنتوا قدرتوا هالنوم هلا. تعبكم؟ نعيش عيشتكم؟ حس فيكم؟ بنات الحرق طاير طاير طاير، يا يما جوزيني والله. خلصي اختي بقى وافتحي، شو صار لك؟ وحشتي ولك يلعن اخت الرجوله، لو اني صبيه هلا كان اخر همي لون المناكير اللي بدي حطه. وخلصي بنات الحرق طاير طاير طاير، انا ما حدا سائل عني، صرت شمشالي ووضعي خطر. ولك انت ليش مصره تحسسيني انك مو مخلي واحد بالكوكب محادثتي؟ اه جاي عبالي اخلعك لبيض عقفه بوزك جيب اخرتك. بدك تحبسني انا؟ ما فشرتي يا طرمبه، اقعد اشتغل عندك كرمال الف ورقه. هدول طالعهم بلعبه بيس وحده. شو رايك نكتب شيء هيك عن المحسوبيات وعن جماعه انت بتعرف انا ابن مين ولا؟ ان العين لا تدمع والقلب لا يخشع وان على حالهم لمحزون.